نعم 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 الصوت متقطع. معنا الأستاذ عبد الكريم جاسر مدير المركز الإعلامي في نادي الهلال. بداية نبارك لكم هذا الفوز على في الأراضي الإيرانية على فريق الاستقلال. حدثنا ما هو شعوركم الآن؟ الله يبارك فيك. والحقيقة نتقدم بالتهنئة لكل الشعب السعودي الكريم وأخوكم اتخاذ محرمين الشريفين وسمو رئيس النادي وجميع الجماهير الهلالية على الانتصار الكبير اللي تحقق وسط أجواء غير رياضية، وسط أجواء حقيقة يعني أقل ما يقال عننا غير رياضية، لكن فريق الهلال أكد أنه فريق كبير، قدم مباراة كبيرة، قدم كرة قدم على مستوى عالي. لاعبو الهلال كانوا في قمة الاحترافية، في قمة التعامل، تعاملوا مع المباراة بشكل أكثر من ممتاز وحققوا فوز مستحق. وأكدوا في أنه مباراة الذهاب كانت يعني سرقت النتيجة من الهلال في ظرف 5 دقائق، وهذا الشيء اللي تأكد في مباراة اليوم. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن حققنا الفوز، وأن أيضا عادت لنا الأمل مرة أخرى بشكل أفضل من قبل المباراة بالتنافس على بطاقتي المجموعة. والحقيقة الشعور لا يوصف، الجميع كانوا في قمة السعادة، والجميع كان في أفضل استعداد وأفضل تهيئة، وكل ما تعرضت له البعثة الهلالية هنا في طهران كان عامل وقود وحافز ومحفز إيجابي جدا لتحقيق نتيجة كبيرة، وتأكيد أنه أبناء المملكة العربية السعودية في كل مكان هم يرفعون الرأس. يبدو أنكم جئتم من أجل الفوز والفوز والفوز فقط. نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. وأنا قلت لك قبل المباراة تحت الهواء أنه إحنا سبق فزنا على بيروزي، وسبق أنه تعودنا على مثل هذه الأجواء. بالعكس الحضور الجماهيري، كل هذه الأشياء اللي حصلت أثناء المباراة والألعاب النارية وكل الاستفزازات اللي حتى من طاقم تحكيم المباراة ببعض الأشياء اللي تغاضوا فيها لصالح الفريق الإيراني، كانت يعني أعطت اللاعبين مزيد من الإصرار ومزيد من الثقة في النفس، وأكدنا هذا الشيء في الملعب. وايضا نعيد التهنئه للجماهير الهلاليه ونشكرهم على دعمهم ومساندتهم ودعواتهم، ونؤكد لهم ان الفريق الهلال دائما كبير وهو فعلا زعيم اسيا. انتم فزتم على فريق فيروزي سابقا، ولكن لم تفوزوا على فريق الاستقلال الا هذه المره. سبق فزنا عليه في كاس اسيا عام 91 وحققنا كاس البطوله امامه، والان هو متصدر الدوري الايراني وافضل فريق ايراني، وهزمناه على ارضه بين جمهوره وفي اجواء غير رياضيه، وهذا تاكيد على قوه فريق الهلال ومكانته. ونحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، وان شاء الله انه من حسن الى احسن باذن الله. في ملعب ازادي. في ملعب ازادي بالتاكيد، يعني هذا الفوز الثاني ولله الحمد، اصبح فعل حسن علينا الملعب. العام الماضي لعبنا هنا وفزنا، العام السنه هذه ايضا فزنا، السنه اللي قبلها تعادلنا مع سبهان 1-1 في اصفهان. فيعني الحمد لله ان فريق الهلال فريق كبير لا ترب مثل هذه الامور، واذا كانت كره القدم يعني المباراه هي في كره القدم، نحن افضل من يلعب كره القدم. حدثنا عن رصيدكم في المجموعه. الحقيقه الان اصبح عندنا 6 نقاط، وبالتالي البيروزي 7 نقاط، العين ايضا اصبح 6 نقاط، وبالتالي يعني اصبحت المجموعه يعني متقاربه جدا، وهذا شيء يعني يؤكد ما قيل قبل ان هذه المجموعه هي مجموعه حديديه ومجموعه صعبه، وبالتاكيد ان الفريقين اللي سيذهبون يعني سيتاهلون من المجموعه قد يصلون الى يعني نقطه ابعد في البطوله. شكرا جزيلا لكم والف مبروك مره اخرى. شكرا. اعود لكم بالصوره والصوت زميل العزيز.